فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد نهي عن القيام أو الخروج من المسجد حال الأذان؟ نعم، الخروج من المسجد على قسمين: إن كان يخرج يتوضأ ويرجع فلا حرج عليه لأنه في حكم الجالس في المسجد، ما إن كان يذهب فهذا فيه نظر، إن كان إنه إمام مسجد آخر بيروح يصلي بجماعة لا بأس، هذا له عذر، أو على موعد مع أحد يفوت الموعد لا بأس. إذا كان خروجه لعذر والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان خروجه لعذر شرعي فلا بأس، أما إذا كان خروجه لغير عذر فلا يجوز. فلما خرج رجل من المسجد قال أبو هريرة رضي الله عنه، وبعد الأذان قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.